تشهد محل الزي الوطني في مدينة طرهونة ازدحاما شديدا وإقبالا مختلفا عن السنوات الماضية، ويعتبر الزي الوطني من أفضل ما يتم ارتداؤه في يوم العيد في طرهونة، وهو يختلف من نوع إلى آخر. ومن بين هذه الأنواع البدلة الطرابلسية ونص يد والنص الكامل والخدمة كمبيوتر وخدمة يدوي والفرملة البدعية، وتتراوح أسعارها بين 400 و 550 دينارا. في بسبعة نص يد كاملة، وفي نص يد ب 650 الألمان، نوعيه كويسة، وماركة الألمان ما تتعلاش عليها زبون، نحن نقوله الخرج، خرج الألمان ما يتعلاش عليه خرج، وشركة بسم الله ما شاء الله. الاعتزاز بالزي الوطني وارتداؤه في المناسبات الاجتماعية والدينية، هذا ما تعود عليه الليبيون خاصة في الأعياد.